أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من الجديد. ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 قتيلا، بينهم 19 طفلا وفق ما أفادت شبكة CNN. وهؤلاء قضوا برصاص شاب يبلغ 18 عاما اقتحم مدرستهم وفتح النار عشوائيا قبل أن ترديه الشرطة. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة العشرات، بينهم امرأة مسنة، وأن الجاني طالب سابق في المدرسة وقتل جدته قبل التوجه لتنفيذ الهجوم. في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية داخل البلاد وخارجها بما فيها السفارات أو السفارات والقواعد العسكرية والسفن، حدادا على أرواح الضحايا. ووصف بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي في ولاية تكساس بأنه مجزرة أخرى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جرائم القتل الجماعي نادرا ما تحدث في أي بلد آخر. ودعا الرئيس الأمريكي أيضا إلى الصلاة من أجل الضحايا والوقوف في وجه لوبي السلاح. يحتفل لبنان اليوم بالعيد 22 للمقاومة والتحرير وسط ضبابية المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ومسار الانحداري السريع للأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية. وللمناسبة قال رئيس الجمهورية ميشيل عون عبر تويتر: في ذكرى التحرير نتثبت مجددا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل. وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان. وللمناسبة أيضا وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمر اليوم إلى العسكريين، معتبرا أن 25 من أيار هو يوم لاستحضار ذكرى أولئك الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن لبنان في وجه أعتى دولة كانت تدعي قوة نادرة ولا تقهر، فكان أن حطم اللبنانيون هذا الادعاء. ودعا اللواء إبراهيم العسكريين إلى التحلي بأعلى درجات الانضباط وتأمين الجهوزية الدائمة لخوض المعارك الأمنية في مواجهة الخروقات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تنتهك الأمن الوطني وسيادة لبنان غير آبهة بالقوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن استمرار العدو الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات البرية والبحرية والجوية وتعنته في الاستمرار باحتلال جزء عزيز من وطننا في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة كما في البحر، يعني بقاء لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على أهبة الحذر والجهوزية للمواجهة والوقوف سدا منيعا أمام كل المحاولات لمنع من استثمار ثرواته الغازية والنفطية. ورأى أن المرحلة المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والأمنية، وعلى الرغم من التزام لبنان بمندرجات القرار 1701 فإن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية لا تزال تتكرر وبشكل شبه يومي، وأخطر ما نحن بصدده هو مواصلة العدو مناوراته الحربية التي تحاكي حربا على لبنان. من جهة أخرى قال اللواء عباس إبراهيم للزميل رامز القاضي في واشنطن: التقيت رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لكن الكلام عن حصول مشاورات بشأن عودته لرئاسة الحكومة في المرحلة الحالية غير صحيح. وأضاف اللواء إبراهيم أننا نخشى من انفجار اجتماعي نتيجة الأوضاع الاقتصادية، لكن نأمل ألا يؤثر على الوضع الأمني. وأوضح بأنه تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة وبحث موضوع الرهائن، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بالوضع اللبناني. أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن مسألة دفع قسم من الأقساط المدرسية بالدولار الأمريكي أمر مطروح كحل للأزمة التي يمر بها قطاع التعليم في لبنان، لكنه لفت إلى أنه لا يمكن فرض هذا الأمر على المواطنين لا سيما مع غياب قانون يسمح بذلك. وإذ أكد الأب نصر في تصريح أن المدارس استطاعت إنجاز وإنجاح العام الدراسي الحالي، وأبدى أيضا تخوفه من عدم قدرتها على الإقلاع بعام دراسي
دراسي جديد العام المقبل في ظل استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، الأمر الذي حتم البحث عن مصادر تمويل أخرى كالجهات المانحة. ولفت الأب نصر إلى أن بعض المدارس قد يلجأ إلى اعتماد استراتيجيات خاصة كإقفال مرحلة من مراحل التعليم لضمان استمراريتها، داعا الأهل والأساتذة وإدارات المدارس إلى التجاوب والتضحية لمنع انهيار القطاع التعليمي. عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أشار إلى أن انهيار وتفكك القطاعات الخدماتية في الدولة وإداراتها ومؤسساتها قد وصل إلى مرحلة خطيرة سيصعب بعدها إعادة الترميم والنهوض بالمهام المطلوبة منها في حال لم نسارع إلى الخطوات الإصلاحية الاقتصادية الضرورية متخطين النكد السياسي المهيمن. واعتبر عبد الله أن أخطر الانهيارات هو سقوط نظامنا الصحي والدوائي.